أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الطيران الإسرائيلي يستهدف فجر السبت بعدد من الصواريخ نقاطا في محيط مدينة حمص، ما أدى لإصابة 3 مدنيين واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات وإصابة 3 مدنيين وفق ما أعلن عنه إعلام سلطة الأسد. وقفة احتجاجية في مدينة الباب شرقية حلب تنديدا بترحيل لاجئين سوريين من لبنان إلى مناطق سلطة الأسد. احتجاجات في السويداء وقطع طريق دمشق بالإطارات المشتعلة بالقرب من جسر شهبة على خلفية اعتقال فتاة من قبل قوات سلطة الأسد وفق مراسل حلب اليوم. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يرجح عقد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسلطة الأسد خلال الأيام العشر الأولى من شهر أيار المقبل. الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سلطة الأسد الأسبوع المقبل لمدة يومين، يلتقي خلالها بشار في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2010. صفحات موالية تتداول صورة لأفراد من عائلة الأسد من بينهم بشار وشقيقه ماهر وعمهما رفعة الأسد.